فاعلم لأن الله يتعامل مع قلبك، ولأن الله تبارك وتعالى يعلم ما في قلبك من صدق. وحكيت لكم حكاية الرجل الذي أرادوا أن يعطوه من الغنيمة، قال ما هذا؟ قال هذا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا قسم لك، نصيبك في الغنيمة. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما على هذا بايعتك، ما على هذا بايعتك يوم أن وضعت يدي في يدك وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله أبايعك على الإسلام، ما كنت أنوي أن أخذ غنيمة ولا منصبا ولا كرسيا، ما على هذا بايعتك، وإنما بايعتك على أن أقاتل معك فأرمى بسهم ها هنا فأدخل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق. وتأتي غزوة ويوجد الرجل بين الشهداء قد رمي بسهم في المكان الذي أشار إليه، فجاءوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث للرجل، قال هو هو؟ قالوا هو هو يا رسول الله. قال هذا الذي صدق الله فصدقه الله. الصدق